أجواها كانت شبه المعدمة، فيها شوية حياة لكن ينقصها الكثير من الحياة. كانت كما خلاها الوالد النخلة هرمت. لكن أنا بفكرة جديدة حبيت نعتمد في التثمين الواحة متاعي على الثلاثة طبقات اللي هي النخلة والشجرة والفلاحة الصغيرة. هذا اللي حبيت أنا نوصل له، والحمد لله وصلت له. في الظروف وفي الموجودين فيه تنجم راو النجم نتحدوا المصاعب ونخلقوا حاجة ونوصلوا لحاجة معناها مزيانة، وحاجة تنجم تقول تخلص كما نقولوا نحن بالفرنسية رونتابل، معناها موجود، تنجم نقوله انك في اخر الموسم تنجم تعيش. انا نحب نعطي اول حاجه الامل متاعي اني انا باش نكون البادره في البلاد هذه، ونحب نكون في هذه، معناها انا بادرت لو، ونحب الشباب يتبعون، ونحب ركزت هالمقسم هذايا باش نقول حاجه ان هاو هيجا شوف راهو النجم. المصاعب تكاد تكون من كل جوانب، لكن العزم والاصرار وحاجه تحبها، حاجه تحبها من قلبك، معناها كل المصاعب تهون، كي تضلي حاجه تحبها كل المصاعب تهون وتتحدى وتبدع.